ما شاء الله، اللهم صل على النبي. التحيه طيبه للكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. ازيك يا معلم رضا، اخبار معاك ايه؟ والله الحمد لله. بتعمل ايه دلوقتي؟ عرف المشاهدين بقى انت بتعمل ايه. بعمل الجرن، ببص واسويه تاني بحيث مفيش اي حد يعرفه ان هو معمول جديد كده، شكلها خالص نهائيا. الله يكرمك، يعني بنصبه على بعض. اصعب شغلانه في التاريخ. اللهم صل. اتذكر انت قلت ايه. وتعمل ايه تاني بقى؟ وبعمل خراج لما يكون فيها خراج او فيها سوسه او فيها فكه في الخنجه او فيها يعني اي حاجه في الجاموسه والبقره او في المواشي عامه بتعالجها. بالظبط. وبجي محافرها لو طويله شويه. وجرونها اهم حاجه ان هي بعد ما تتعمل ما حدش يعرف انها معموله. بس دي اهم شيء بقى. اهم شيء. رقم تليفونك كام؟ 010 08 2548 بالصلاة على النبي. زي ما شايفين يا جماعة، وادي البقرة بالصلاة على النبي، وادي الحلبات، وادي النظام. اللهم صل على النبي. والد ايه يا معلم البقرة دي؟ والده بكر. والده ذكر. ذكرها من بقى؟ لا ذكرها قدام ورا يعني. بتحلب قد ايه دي؟ بالصلاة على النبي كده. سبعات. سبعات. اللهم صل على النبي. أنا ولدي ليها بقى؟ ايه؟ أنا ولدي ليها؟ الرابع. عاملة كام بأمانة الله؟ 28700. وصلناها طبعا القفله. قفله على الاول. قفله على الاول. اللهم صل. والبضاعه دي بتاعت حزه عبد السلام لحويه. اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعه النظام راجل بيثبت العمه، واي حد عاوز يتواصل معاه ودي عدته يتصل عليه فوري. هذا ما لقيتش صوت ان هو بيصلح الجروب. اللهم صل على وادي البقرة، وادي النظام. اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لك يا معلم رضا. معلم رضا العالمي. يا جماعة في سوق دمنهور تعرف الأسعار ونقدم لكم تقرير البقر الوالد. بالصلاة على النبي. ازيك يا حاج؟ والدة دي يا معلم بالصلاة على النبي كده. اللهم صل على النبي. والدينا يا معلم دوم. والدينا ايه؟ والدينا ودكورة. دكورة بالصلاة. فين خلافهم بقى؟ هو كل أجول يا معلم اطلع على جنب. اطلع. اطلع على جنب. فين خلافهم يا معلم؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بيحلبوا كام بقى بس العالمين؟ يعني إيه؟ العالمين دي بتحلب كام؟ بيحلبوا الواحده بتحلب 40 كيلو ولبن، الاثنين بيحلبوا 40 كيلو لبن. الاثنين بيحلبوا في اليوم واحد 10 و10. 10 و10. اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعه الحلبات؟ اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعه المدرعات؟ اللهم صل على النبي. شايفين بص على النبي بقى؟ شايفين نظام الحلبات عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. ربنا يبارك في حلبات مصر. ودي الثانيه بص على النبي. سنهم ايه يا معلم؟ سنهم ايه؟ تعرف سنهم يا حاج ايه؟ تسالين ستات يا حاج. تسالين ستات بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. خش كده يا حاج خش. اللهم صل على النبي. واحد الله. عاملين كام بقى معلم الاثنين دول بالصلاة على النبي كده؟ نعم. عاملين كام بالصلاة على النبي؟ البيع والشراء بالصلاة على النبي. جزر بيشتروا فيهم ب 70,000. الاثنين دول امك بيشتروا فيهم ب 70,000. وراهم ذكرين؟ وراهم دي ورا ذكر ودي ورا انتاي. دي ورا ذكر ودي ورا انتاي. اللي هم على الارض دول. صح. رقم تليفون حضرتك كام؟ 012 012 78 كمان 78 كمان 90 10 90 10. بالصلاه على النبي. اي حاجه تعجب المشاهد وصل مع حضرتك قدام ربنا سبحانه وتعالى. بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي برضه معانا بقرتين بالصلاه على النبي. والدنا يا معلم الاثنين دول. نعم. والدنا دلة والدنيا نتايات. بالصلاة على النبي. بيحلبوا كام بقى؟ دولت؟ اه بالصلاة على النبي. بيحلبوا 40 كيلو في اليوم. 40 كيلو في اليوم الاثنين. سنهم؟ سنهم صغارات صغارات، ما عندهاش سوائل معاها من النت دي. اللهم صل على النبي. عاملين كام يا معلم بالصلاة على النبي دول؟ عاملين كام؟ الاثنين 65. انا ولدي لهم بقى؟ ثالث ولدي ليك بالصلاة على النبي. شايفين يا جماعه النظام عامل ازاي في الصلاه على النبي؟ عند الحلبات عامله ازاي؟ اللهم صل على النبي. ربنا يبارك في صاحب النصيب.
رقم تليفونك كام؟ رقم تليفونك 012 0 81 36 24 بالصلاة على النبي. دبابات بالصلاة على النبي، وربنا يبارك لصاحب النصيب. والسلام عليكم.